بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على الجميع. نرحب بالكابتن علاء دياب مدرب اللياقة البدنية والحديد استكمالا لحديث الأمس عن السمنة المركزية أو البدانة في منطقة الوسط أو الكرش. سنتحدث عن التمارين الرياضية للتخلص من الكرش، ولكن في البداية أحب بدر تعطينا لمحة بسيطة عن السمنة. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحب بك ومرحب بالسادة المشاهدين. أولا، السمنة هي عبارة عن سعرات حرارية زائدة في الجسم، مما يؤدي إلى زيادة في وزن الجسم ويترسب هذه النسبة الزائدة في الغالب في منطقة البطن ومنطقة الأجناب ومنطقة الأرداف. ما هي أهم الأسباب في وجهة نظرك؟ لها أسباب كثيرة، ولكن أهم الأسباب أو أشهر الأسباب قد يكون سوء التغذية أو عدم ممارسة الرياضة أو بعض الخلل في الهرمونات أو طبيعة العمل المكتبية عليه، عدم بذل مجهود كثير مما يؤدي إلى زيادة في الوزن. ما هي أهم الأطعمة؟ الأطعمة التي تؤدي إلى زيادة الدهون أو زيادة الدهون في الجسم، وهي الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية زائدة أو فيها نسبة كربوهيدرات عالية، مثل الأرز، الخبز الأبيض، الحلويات، المشروبات الغازية، مشروبات الطاقة، كل هذا يؤدي إلى زيادة وزن الجسم وترسب الدهون أو تجمع الدهون في منطقة البطن والأرداف والأجناب كما ذكرنا من قبل، وهي مناطق تركيز الدهون. نعم، جميل. ما هي أهم التمارين الرياضية التي تساعد على التخلص من الكرش؟ كثير من التمارينات التي تؤدي إلى التخلص من السمنة أو التخلص من الدهون، وهي التمارين الهوائية أو تمارين الكاردو أو تمارين الفيتنس كما يقولون. يعني ممكن تذكر بعض التمارين؟ هناك بعض التمارين الهامة لمنطقة البطن ومنطقة الأجناب، وذلك لشد عضلات البطن أو التخلص من الدهون في منطقة البطن والأجناب. حلو، ممكن تراوينا بعض العينات؟ أوكي ماشي، ما فيش مشكلة. نودي بعض التمارين، نموذج من التمارينات المتاحة للأفراد اللي يقدر يستطيع أو يستطيع يؤديها في المنزل. أو كم مدتها يوميا تقريبا؟ يعني من 10 دقائق إلى ربع ساعة يوميا، بالإضافة إلى المشي أو الجري الخفيف لمدة من 10 إلى ربع ساعة يوميا. 10 إلى ربع ساعة يوميا. جميل جدا. ممكن تراوينا بعض العينات لتمارين البطن للتخلص من الكرش؟ تمام، ممكن نعدي بعض النماذج الرياضية لتمارين البطن. أوكي، نبدأ على بركة الله. بعض التمارين الرياضية لأداء تمرين البطن. نعم، نبدأ. أوكي، أول تمرين معانا. أوكي، نفس الوقت كده مع الدهون. هذا التمرين بيدي الجزء الأعلى من أو نفس الوضعين وتبطع للداخل نفس الوضعين. هذا التمرين يؤدي من أربع مجموعات من 12 إلى 15 عدد. أوكي؟ نعم. برضو نفس التمرين بنفس الوضع التمرين الآخر، وهذا المنطقة السفلى للبطن وهو نفس الكلام. أوكي؟ هذا التمرين يؤدي أربع مجموعات من 15 إلى 20 عدد. تمام. برضو بالإضافة اللي ممكن أدي تمرين آخر، أوكي، برضو ده تمرين للبطن، تمرين سهل ومفيد جدا للقطاع ونفس الأداء. أوكي، برضو بأداء التمرين أربع مجموعات من 10 إلى 12 عدد. نعم، جميل. أوكي، برضو ممكن أدي من على جهاز الموازن هو بنفس الوضعية بنفس الوضع. هذا التمرين بيدي من أسفل باخذ هذا التمرين ثلاث مجموعات من 15 إلى 20 عام. كابتن علاء، ما هي أهم التمارين الرياضية للتخلص من الأجناب أو الخصر الزائد؟ هناك تمارين بسيطة للتخلص من الخصر وهي مثل هذه التمارين. حلو. في الوضع الجلوس ثم الركود وبطلع بلمس كعب الرجل اليمين واليسار بنفس الاداء. حلو. باخذ خمس مجموعات من 15 الى 20 عام، وهذا يشغل معايا المنطقه
ثم نفس الاداء يسارا 10 عدات الاداء نفس التمرين 4 مجموعات يمين ويسار كل مجموعه 10 عدات. حلو. هناك تمرين اخر هو استقبال العصر هو تمرين نفس الاداء بنزل يمينا ويسارا بدخل 4 مجموعات او 5 مجموعات 20 عدد بس بعد على جنب واحد يمين او يسار. طبعا هذه التمرينات مفيده وهامه لعضله الاجناب والتخلص من الدهون السائله. كم متى تبدا النتيجه تقريبا؟ النتيجه بتظهر بعد 3 اسابيع من الاداء. لان الناس يعني تطمح الى نتائج سريعه جدا خلال يوم او يومين، هل هذا صحيح؟ هو بيبان او بشره بتحسن، ولكن كنتيجه ملموحه وظاهره تاخذ اسابيع بعد الاداء من بعد الاداء بثلاث اسابيع مع تنظيم الغذاء طبعا، والغذاء شيء اساسي مع التمرين. لان هي الدهون المتراكمه في البطن هي من اصعب الدهون للتخلص منها، صح؟ نعم، هو وخاصه اسفل البطن. رساله ختاميه حاب توجهها كابتن علاء؟ رساله للمشاهدين وهو الحفاظ على نظام غذائي سليم، ممارسه الرياضه، وعدم الاستعجال او التسرع على الحكم على النتيجه. نعم، تحتاج يعني اسابيع. لان دائما الرياضه تحتاج الى الصبر والممارسه بشكل والاستمراريه. شكرا جزيلا كابتن علاء، ودرهم وقايه من التمارين الرياضيه خير من قنطار علاج. شكرا جزيلا. محمد، شكرا للمشاهدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.